نروح ل طب هو اختار الاصعب، هجي لك في الاصعب بس اسمع الاول رايك. الافضل افضل نسخه ظهر الاهلي فيها كاس العالم. اختلف مع بلال، الافضل هي البرونزيه بتاعت مستر مانويل جوزيه طبعا، لانها كانت اول نسخه نحقق فيها البرونزيه، فاعتقد دي الافضل طبعا. كان ليها مذاق خاص وليها طبعا احساس مختلف، لانها طبعا يعني كانت فرحه كبيره، طبعا فرحه كبيره جدا، وبالنسبه لنا كانت اول حاجه بالنسبه لنا لينا في كاس العالم للانديه، فاعتقد دي الافضل بالنسبه لي. دي الافضل. الاصعب بالنسبه لك؟ الاصعب هي البرونزيه لكاس العالم للانديه الحاليه كولر طبعا بتاعت كولر، لان بشوف ان النادي الاهلي كان مقدم بطوله مميزه جدا، وبقاله نسختين بيقدم اداء مع كولر مميز جدا، كان يستحق التتويج ببرونزيه، يعني ده من العدل يعني. وبشوف ان فريق اوروبا الياباني ده على فكره فريق قوي، المباراه كانت قويه، لكن طبعا شخصيه النادي الاهلي، والحاجه الاهم النادي الاهلي كان طموحه على النهائي. ففكره ان انت من تبقى خلاص رايح لاتجاه النهائي ومره واحده يعني ماتش فلومينينزي النادي الاهلي برده يعني خسر المباراه دي، وكنت شايف ان هو كان يستحق ان هو يكسب. كان بالنسبه لي انا اقرب سيمي فاينل لعبه الاهلي في بطوله كاس العالم. فكل اللي كان بيتفرج على كاس العالم للانديه اعتقد كان شايف النادي الاهلي يستحق يبقى موجود في النهائي. ففكره ان انت تعود وتبقى ترجع وتحقق طبعا لقطات نجوم 2006 يا جماعه، دول اللي افتتحوا مشوار المونديال العالمي. فدي اعتقد طبعا فلافيو، اللي ما يعرفش فلافيو واحد من هدافين يعني من انجح الفراوده الافارقه اللي الاهلي جابهم على مدار التاريخ، وائل جمعه، عماد النحاس، محمد شوقي، كابتن الشاطر، محمد شوقي طبعا، تريكا، امير عبد الحميد، كابتن وائل رياض، وائل جمعه، عبد الله جلال، اكوتي ده اكوتي منساه طبعا، واحمد شديد الناوي، طارق السعيد، اسلام الشاطر، محمد شوقي، امير عبد الحميد، احمد حسن استاكوزا، احمد السيد، لا يعني كان جيل كله، احمد شديد الناوي، طارق السعيد، يعني كان جيل كابتن عماد، كان جيل عظيم طبعا بصراحه. طبعا ده في في جون طبعا يعني جون حلو بتاع طارق السعيد، اوفر لفلافيو، لفلافيو رقبته على رمان بيلي زي ما حطها حلو قوي يعني. هو كده يعني دي البرونزيه دي بالنسبه لي الاصعب، وبالنسبه لمصطفى الافضل. الافضل انا الافضل بالنسبه لي بشوفها انت اخترت الاصعب اللي هي دي الاصعب اللي هي بتاعت الحالية.